يبدأ معها مرتب ومرتب جميل يعني. صباح الخير يا حياتكم ان شاء الله يوم جميل. ان شاء الله بعون الله. صباح الخير يا عين، صباح النور مشاهدينا الكرام. الحقيقه الجو جميل وفي نسمه هواء كده جميله وشويه شمس حلوه، بس اكيد هيبقى حر شويه زي ما احنا عارفين، فبس بنخلي بالنا ما نخففش ونتقل ونخفف ونتقل، نحاول ان احنا ناخد جاكيت زي ما هند قالت المره اللي فاتت معانا بالليل لو الجو يعني برد شويه، عشان ما يبقاش فيه لا قدر الله عيا او اي انفلونزا او الحاجات الوحشه دي، يبقى ربنا يبعدها عننا كلنا باذن الله. هو الحقيقه كمان اللي عنده مشوار يبدا يستعد ويجهز، لانه النهارده طبعا بدايه الاسبوع، في يوم الاثنين في تكدسات مروريه كبيره جدا، وفي نفس الوقت كمان زياره ولي عهد السعوديه مسببه يعني تنظيم اكتر في الشارع، او يعني في بعض الاماكن ممنوع الركنه، فبالتالي في بعض الازدحامات في اماكن مختلفه. فاعتقد انه اللي عنده مشوار وعايز ان هو يلحقه في ميعاده يبدا يستعد وينزل، لانه فعلا النهارده الشوارع زحمه. صحيح. طيب خلونا نخش على طول في موضوعات الانترو. معايا اول خبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي يبحثان قضايا الامه، اتفاق مصري سعودي على مواصله العمل للتصدي للتدخلات الاقليميه، ومنع محاولات بث الفرقه والتقسيم بين دول المنطقه. الرئيس امن دول الخليج جزء لا يتجزا من امن مصر. نشوف تفاصيل الخبر. وقعت مصر والمملكة العربية السعودية برنامج تنفيذي للتعاون المشترك من أجل تشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر والهيئة العامة للاستثمار بالسعودية. وقع من الجانب المصري دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن الجانب السعودي دكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي. وجاء ذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي للقاهرة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا احنا بنتابع مع حضراتكم استقبال السيد الرئيس للأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة، والاستقبال طبعا حافل وكبير وبيحضروا عدد كبير من المسؤولين المصريين والسعوديين. والحقيقة أهمية الزيارة دي أنه دي أول زيارة رسمية للأمير محمد بن سلمان لمصر منذ تولي ولاية العهد، والزيارة هتستمر لمدة 3 أيام، ابتدت بالأمس وهتنتهي غدا بإذن الله تعالى. وطبعا في أمور كتيرة جدا بيتم تداولها من خلال هذه الزيارة ما بين الجانبين المصري والسعودي. والحقيقة لازم نقول أنه الأمير محمد بن سلمان بدأ رحلته من القاهرة وهتستمر بعد كده لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، فده يأكد أنه حرصه أن هو يكون موجود في مصر في بداية الزيارة، لأنه في توافق كبير ما بين الجانب المصري وما بين الجانب السعودي في القضايا الإقليمية واللي ممكن يتم طرحها في الزيارات الخارجية فيما بعد. زي ما حضراتكم طبعا شايفين وقائع الاستقبال، بعد كده اتجهوا للاتحادية وطبعا تم لقاء ثنائي ما بين الطرفين المصري والسعودي من خلاله تناقشوا في العديد من القضايا. وطبعا الحقيقة لازم نقول انه مصر بتعتبر يعني بلد، عفوا السعودية بلد شقيق لمصر، ويعني العلاقات التجارية على اعلى مستوى بين الجانبين، طبعا غير علاقة الاخوة وفي نفس الوقت ايضا النسب والصهر. فطبعا اهلا بضيف مصر الكبير اللي بيحل علينا ضيفا، واعتقد ان النهارده هيبقى في فعاليات كمان ثقافيه هيحضرها الامير محمد بن سلمان مع الرئيس السيسي، وان شاء الله بنتمنى له التوفيق في زيارته لمصر والاستمتاع، وايضا يعني تحقيق اكبر قدر من المصالح للبلدين مصر والسعوديه. اكيد في اخبار تانية كتير حلوه يعني ممكن نتكلم عليها. يمكن هند برضو يوم السبت اللي فات كان تم افتتاح فعاليات الدورة الثانية من مهرجان شرم الشيخ السينمائي، وعايزين نركز على هذا العدد من المؤتمرات والمهرجانات والحاجات دي كلها. ويمكن كمان في مهرجان الأقصر هيبقى من يوم للسينما الإفريقية، هيكون يوم أعتقد من يوم 16 ليوم 22 تقريبا. المهرجانات دي رسالة جامدة جدا للعالم كله إن احنا بلد الامن والامان. دي طبعا دي لنا نقاش فيها، ومش ممكن ان احنا كل شويه نطلع نقول احنا كده، الفعاليات هي اللي بتقول والشارع هو اللي بيقول والفيديو والصور والناس والميديا الاجنبيه لما تيجي وتلاقي نجوم كبار سواء على المستوى المصري او الدولي او العالمي باي شكل من الاشكال متواجدين وبيتفسحوا في الشوارع يا هند، وبيروحوا يتصوروا مع اثارنا الجميله وبيتمشوا على كوبري قصر النيل، زي فاكره داني جلوفر لما كان مورجان فريمان، يعني الناس بتيجي تمشي عندنا مش يعني يعني بيستمتعوا بالمكان وبيحسوا بالامن والامان، بيحسوا بقد ايه الشعب المصري ترحاب.
كل حد بيجي على ارض مصر وبيستقبلوا الشعب المصري بقد ايه بيتكلم على حفاوه الترحاب وابتسامه المصريين وكرم المصريين، ودي عادتنا احنا كمصريين. يعني كل ما في الموضوع انه لازم يبقى في وعي اكبر باهميه السياحه للمجتمع المصري، واعتقد ده اللي احنا بنحاول ان احنا نقدمه من خلال مصر جميل ونتكلم فيه اكتر. لما كل الناس تبقى عارفه ان السياحه مهمه جدا، واعتقد لبنان يعني قدروا ان هم ياخدوا بالهم من النقطه دي، فتلاقي تسهيلات كبيره جدا للسياح اللي بيزوروا لبنان، واقبال كبير جدا كمان من السياح ان هم يروحوا لبنان. مصر كمان الترحاب فيها على اعلى مستوى، والمهرجانات بتاكد كده. الفكرة المهرجانات ان هي مش بس بيكون فيها الوفود الرسميه اللي بتبقى مشاركه في المهرجان وبيعملوا الفعاليات، لا بيكون عندهم فرصه ان هم يتفسحوا في البلد، يزوروا المدن المختلفه، يروحوا اماكن سياحيه مختلفه، يتغدوا في محلات ومطاعم، فبالتالي حركه السياحه بتزيد. طبعا الناس بتشتغل، البيوت بتتفتح تاني، شباب بيلاقوا فرص جديده. لما الناس دي بتروح بلدها وتحكي، هقول لك لاصحابها بس مش هنقول للناس، للفانز بتوعها، لاصحابها اللي حواليها، لو كل نجم من النجوم دولت حكى ل 50 واحد او 60 واحد ومنهم مثلا 20 او 10 جه في دماغهم I want to go to Egypt، I want to visit Egypt، لا عايز اروح اشوف مصر دي، الراجل ده بيتكلم عليها بالحب ده. هم على فكره بيجوا بيروحوا يعني بلدهم بانطباع مختلف تماما عن اللي هم جايين، خصوصا ان في ناس ما تنسيش ان برضه في بعض الاعلام المغرض ده سواء مسموع او مرئي او مكتوب بيلعب على حته ان بيتكلم في حاجه تانية خالص مش موجوده عندنا، وللاسف احنا انا مش عارف احنا كنا قادرين نوصل ونحارب يعني نجابه هذا الاعلام ولا لا، لكن واضح ان هم متوغلين يعني في اوروبا بالذات يعني ممكن في امريكا كمان. فاحنا عايزين يبقى لينا رساله واصله، الرساله دي عن طريق المهرجانات والبطولات. زمان كان في بطوله الاهرام للسكواش اللي كانت موجوده يعني كانت قويه جدا، فيها جان شرخان ومات برادة والناس الجامده دي وجوناثان باور، وعلى مستوى السيدات نفس القصه. عايزين نرجع الحاجات دي هنا. طبعا نفسي بحلم ان انا اشوف برضو تحت سفح الهرم ماتش استعراضي، بلاش ماتش مثلا بطوله، تعال نشوف يعني وكالات الانباء وكالات الاعلانات والمستثمرين الوطنيين المصريين هتكسبوا على فكره ازاي. هات لي ارانشا سانشيز مثلا، جت قبل كده ما عندهاش وكاله اعلانيه ماسكاها دلوقتي او تلزمها بحاجه، ممكن انا كورنيكوفا يلعبوا هما الاثنين ماتش، او هات دبل، هات شوف اللعيبه اللي بتوع زمان، هات بورج مثلا، هات اي حد من الناس بوم بوم الناس اللي هي القديمه ديت ولعبوا ماتش استعراض، شوف كميه الناس وكميه الميديا اللي ممكن تنقل حاجه زي كده. دي فكره بسيطه اكيد بس فكرنا فيها. الاهم من كده الترويج ليه صح بره، ما هو الاعلانات دي بقى. وليه قلت وكاله اعلان؟ عشان هي اللي هتعمل ماركتنج للموضوع ده طبعا، مع طبعا اجهزه الدوله. فاعتقد حاجات صغنونه كده لكن افكار ممكن تساعد. طبعا فكره احنا كل حد بيجي يتكلم عن السياحه عندنا هنا بيقعد يقول لك احنا عندنا وعندنا وعندنا وعندنا، ونقعد مقاومات كتيره جدا مش موجوده في اي دوله من دول العالم. طب ايه؟ ايه اكيد في تقصير، ما التقصير ده هو انا مش عارفه ممكن يكون في اي اتجاه، ولكن اعتقد انه الدوله بتقوم بمجهود كبير جدا في مجال الاستثمار السياحي والترويج سياحيا من خلال تواجدها في عدد كبير من بورصات العالم الخاصه بالسياحه، ويمكن اخرها كان برلين. ولكن كان في مره احد المتخصصين معانا هنا في مصر جميله وكان بيتكلم يقول احنا عايزين مكاتب سياحيه مصريه اكتر في الخارج، يعني في بعض الاحيان الترويج من خلال وكالات كبيره او بعض الاشخاص بيكون متميز في الخارج، ولكن عايزين مجهود اكبر على صعيد الافراد والمجتمعات والتجمعات مثلا ما بين الشباب. السوشيال ميديا ممكن تلعب دور مهم جدا، وخاصه ان كتير من المصريين عندهم دلوقتي صحاب في كل دول العالم، من خلال السوشيال ميديا تقدر ان انت تروج لبلدك وتبقى ايجابي وتتكلم اكتر على الايجابيات، ولكن لازم يبقى عندك المعلومة. هنا كمان ارجع واقول انه بعض المواقع في السوشيال ميديا بتبقى متخصصة جدا في مواضيع مثلا زي الاثار المصرية، الحضارة المصرية القديمة، لو انت ما عندكش معلومة ممكن تدخل تعرف المعلومة وتبدأ تشتغل على الترويج لبلدك، وتحط صورة جميلة وتحط معاها معلومة لطيفة عن المكان اللي انت بتتكلم عليها، توصل لناس كتيرة قوي. وكتير بيقولوا يعني متخصصين في سبل او طرق الترويج للمنتجات او في الماركتينج، بيقولوا انه كلمة من الشخص او يعني الرأي اللي بيوصل من الشخص بيبقى فعال جدا جدا، اكتر من مليون حملة دعائية.
لما واحد بس يتكلم عن مصر كويس بره مع اهله واصحابه وقرايبه والناس اللي معاه في الشغل، قد ايه انت بتنشر فكره انه مصر جميله، مصر امنه، مصر بتستقبل السياح. هو لما كان موجود في مصر استمتع بالرحله بتاعته. وطبعا محتاجين بعض التسهيلات للساده الزوار اللي بيجوا لنا في مصر زي وسائل الانتقال، واعتقد طبعا ان احنا شغالين فيها دلوقتي، الانضباط اكتر في الشارع المصري اللي ممكن يسهل عليهم رحله الوصول او الانتقال من مكان لتاني، ده برضو احنا شغالين عليه طبعا دلوقتي. يعني زي ما احنا بنقول نروج، احنا كمان نعمل الدور اللي علينا ونبدا نرتب اوراقنا داخل المنزل بحيث ان احنا نستقبل اكبر كم من السياح. ممكن مقوم واحد صغير نشتغل عليه، ودي كانت او يعني فكره صغيره زي فاكر اغنيه ديسباسيتو قد ايه عملت ترويج اغنيه واحده قلبت العالم مش قلبت وزودت نسب السياحه بشكل كبير قوي. واحنا عندنا افكار كتير وعندنا شباب مبدع كتير جدا وبيفكر حاجات مش عايز اقول اوت اوف ذا بوكس، خلاص زهقنا من البوكس، بس بيفكروا بحاجات ابداعيه بجد. طب ما نشوف يعني نديهم فرصه ونشوف الحاجات دي ممكن نطبقها ازاي. عايز ارجع تاني للسوشيال ميديا واهميتها، بس في خبر مهم برضو لازم ناخده، هو يعني خاص بتنس الطاوله. طبعا نصر جديد للرياضه المصريه، فازت دينا مشرف وعمر عصر ببطوله افريقيا لتنس الطاوله للسيدات ورجال، وتاهل دينا لنهائيات كاس العالم بالصين، وتاهل كمان عمر لنهائيات كاس العالم بفرنسا والبطولتين في شهر اكتوبر القادم. وطبعا الف الف مبروك. وهي دي الانجازات، هو ده اللي احنا عايزين نلقي الضوء عليه، مش كل حاجه كره قدم وخناقات ومين عمل ايه والحكم مش عارف طرد مين وما طردش مين، دي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، في حاجات تانية رياضه اهم. يعني مش اهم طبعا، لكن رياضات مهمه زي رياضه كره القدم. اي نعم هي لغه الشعوب وهي نمبر 1 والبيزنس كله والكلام ده كله، لكن عندك سكواش، عندك تايكوندو، عندك تنس طاوله، عندك انجازات. في دول بتقوم على لعبه معينه بتسيب كل حاجه وتركز في اللعبه دي، ويبقى هو ده التارجت بتاعها، هتشتغل عليها وهتماركتها وهتشوف ايه اللي ممكن تستفيده من هذه الرياضه من خلال الاقتصاد. يعني انا عايز اعلي الاقتصاد بتاعي من خلال الرياضه دي، سكواش مثلا. طب ما ركز بقى معاهم قوي، احنا ابطالنا انزل في مطار هيثرو او في شارل دي جول او في اي مطار من المطارات لما يكون في بطوله، هتلاقي ابطالنا بتوع السكواش صورهم مجسمه، يعني اطول قد مثلا وانا واقف كده محطوطه في المطار، يكتب لك مثلا رامي عاشور ذا ايجيبشن تشامب، يعني وانت اكيد بتبقى فخور جدا بحاجه زي كده. عايزين نستثمر بقى الحاجات دي. اي نعم احنا بنشتغل في الحاجات دي على طول، لكن عايزين نوصل اكتر. الحاجه الثانيه اللي كنت عايز ارجع لها هند على السوشيال ميديا، مهم جدا. يعني شئنا ام ابينا السوشيال ميديا وسيله من وسائل الاعلام الحاليه المهمه جدا جدا جدا، خصوصا الشعبيه، بمعنى ان العالم كله كل واحد عنده على الفيسبوك او الانستجرام او على التويتر اكاونت. حضرتك بتستخدم الاكاونت ده، ممكن تستخدمه كويس لصالحك وحاجات ايجابيه، وممكن تستخدمه في حاجات سلبيه. احنا مش عايزين السلبي، هنبعده خالص، وهنحارب الفكر المتطرف من خلال السوشيال ميديا برضو اللي هم بيستخدموها، واللجان الالكترونيه اللي شغاله طول النهار انها عايز اقول انها تسخر من او تقلل من الانجازات اللي بتحصل على ارض الواقع. ماشي، حضرتك ممكن تعمل حاجتين مهمين جدا، انك تتاكد من مصدر الخبر قبل ما تعمل له شير. معلش استحملونا، احنا كل مره بنطلع نقول الكلام ده، بس احنا في بس الكلام ده مهم على فكره ان احنا ناكد عليه ونقوله كل يوم والتاني، لانه ده بيصب في الاخر في مصلحه الوطن. لما انت تبقى ايجابي وتنشر اخبار ايجابيه، انت بتشاع روح ايجابيه في البلد، فبالتالي ممكن انه الدنيا تبقى احسن معاك. لكن لما تنشر اخبار سلبيه او لما تبدا تتكلم على اشاعات وتبدا ان انت تنشرها، فانت بتساهم في هدم وطن. وطبعا دي يعني اختيارات كل شخص والتاني، ولكن في بعض الاحيان بيبقى في ناس كده مش عارفه تروح في اي اتجاه او تعمل ايه. لو سمحت، لو انت مش عارف او متردد، تحقق من الاخبار. طب نتحقق وابدا ازاي؟ بعد لا، في طرق كتيره جدا، ما تفتيش في اي حاجه انت مش عارفها بصراحه. ممكن تاخد الخبر وتعمل سيرش عليه وتشوف الوكالات اللي انت بتثق فيها او المصادر اللي انت بتثق فيها، ولما تتاكد من الخبر ده تقدر تروح ان انت تعمل له شير. لو اتاكدت منه، لو ما اتاكدتش يعني على فكره مش هتقل حاجه لو ما عملتلوش شير خالص، مش هيجرى لك حاجه، مش هتنقص جرام ولا سنت، يعني مش هيحصل اي حاجه. فنتاكد ونحاول ان احنا ننشر الايجابيات، لان احنا في مرحله حرب، احنا اخواتنا واهالينا بيحاربوا في سيناء الارهاب، احنا كمان علينا دور. ما تقوليش يا جت جت على حضرتك وجت عليا وجت على هند وجت على احمد ومحمد وكل الناس، كل واحد مهم. ولو انت مش حاسس نفسك ان انت مهم في بلدك، دي مشكلتك انت، انت اللي مش محسس نفسك باهميه نفسك. يعني كل الناس بتتكلم انه شخص هو اللي بيفرق في حياه الملايين، وشخص هو اللي بيبقى عنده فكره يقدر ان هو يغير بيها واقع. ومش لازم ان كل الناس تبقى يعني
تابعين، ممكن تبقى أنت مبادر بفكرة جديدة، برأي جديد، بأفكار بناءة، وناس كتيرة جدا تتبعك، قد إيه هتحس ساعتها بأهميتك، قد إيه هتحس إن أنت مبسوط إن أنت بتخدم بلدك بتشفي رغباتك إن أنت قادر إن أنت تغير في مجموعة للصالح وللإيجاب. طبعا، وده اللي بيخلينا إحنا دايما على فكرة بنركز جدا على السوشيال ميديا عشان نشوف إذا كان في ناس بتشتغل وبتعمل حاجة لبلدها. احنا يعني بندور على الحاجات دي وبنحطها على الجروب عندنا، وبنشوف كمان هم بيقدروا يعملوا ايه، وان احنا نجيبهم هنا كمان. في ناس كتير جات هنا قعدت معنا تتكلم على المبادرات بتاعتهم والحاجات اللي عملتها، لان حضرتك بتعمل حاجه ايجابيه. نحاول بقى الفتره الجايه ان احنا باذن الله نشوف الحاجات الايجابيه ونحاول ننشرها اكتر. في بطوله بتتعمل، في مؤتمر بيتعمل، نحاول نروج له. انا دوري كمواطن انا لازم اعمل ترويج للحاجات، مش لازم اكون بشتغل معاهم، لكن انا بشتغل لبلدي على فكره، فده كويس. فاعمل اللي اقدر ان انا اعمل شير للبطوله دي، او مثلا طب النهارده في بطوله الخماسي في التجمع الخامس، بقى لها 4 ايام هتخلص بكره، حد يعرف عنها حاجه؟ يعني فين الناس الشباب اللي بيعملوا شير؟ طبعا الناس كلها عارفه عنها حاجات وبتذاعوا كل الكلام ده، لكن احنا الشباب اللي قاعدين على الفيسبوك وعلى التويتر، ما تعمل لها شير، ما تحكي للعالم كله ان في دول جايه بتلعب وبتعمل بتتنافس في بطوله عالم، وانت يعني من الناس الثقيله في البطوله دي. فهي حاجات صغيره كده بس الواحد لو عملها هتحس ان انت عملت حاجه، يعني ان انت عملت عمل وطني من الدرجه الاولى، ان انت بتدعو للناس ان هم يشوفوا الحاجات دي، ودي حاجه كويسه طبعا. احنا عايزين نطلع لفاصل مع حضراتكم، من خلالها هنشوف قالوا ايه. الحقيقه طبعا هي مش اغنيه لانها صايحه، وهنا نرجع مره تانية ونقول انه شخص فرق، شخص فكر انه هو يخلد لبطولات زمايله اللي هو بيحبهم واللي شافه، اللي شاف منهم يعني اعمال بطوليه كتيره جدا بتخدم الوطن، وشاف منهم كمان سلوك انساني على اعلى 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 مستوى، فكر ان هو يقدم قالوا ايه، وكلنا رددنا معاه قالوا ايه، والكمان اكتر من كده بقت تتردد في المدارس، ما بين حوالي 22 مليون طالب في مدارس جمهورية مصر العربية، الى جانب النشيد الوطني بيقولوا صيحة قالوا ايه. نطلع نشوفها ونرجع. طبعا شفنا مع حضراتكم قالوا ايه، وفعلا ده تخليد لأبطالنا القوميين في عصرنا الحالي. الحقيقة احنا كنا دايما بنتكلم على البطولات واسامي كبيرة جدا قدموا تضحيات وبطولات خلال 73 جيل كتير، يعني ناس كتيرة جدا ما عاشوش هذه البطولات او ما قدروش ان هم يعرفوا اكتر، لكن احنا في جيلنا دلوقتي عندنا المنسي، عندنا خالد مغربي، عندنا غيرهم من شباب القوات المسلحة واللي بيضحوا بروحهم، قوات مسلحة طبعا وشرطة، واللي بيضحوا بروحهم وبيقدموا روحهم فداء لهذا الوطن الغالي علشان احنا نبقى عايشين آمنين. الحرب شغالة دلوقتي، والحرب طبعا على الإرهاب شغالة في العملية الشاملة سيناء 2018، واحنا قاعدين مع حضراتكم في أوبن إير بنقدم برنامج مصر جميلة، والناس ماشية في الشارع حاسين بأمن وأمان. كل ده مجهود مين؟ كل ده مجهود الأبطال اللي بيقدموا نفسهم علشان احنا نحس بالأمن والأمان. ايوه بس انت كمان حضرتك عليك دور مهم عشان خاطر الناس اللي بذلت دمها وحياتها في سبيل ان حضرتك تبقى قاعد تشوف بتتقدم مع بلدك، حياتك عليك دور مهم جدا انك تشتغل، وده في حد ذاته يعني نوع من انواع محاربه الارهاب. اشتغل وابني وعمر وانزل وانتج، وما تبخلش على بلدك ان شاء الله بدقيقه. لو حضرتك موظف من 8 ل 3 مثلا، حاول تشتغل اكبر قدر ممكن وتنتج، حاول تكون على مكتبك بالفعل 8 وتنتج، مش بس قاعد على المكتب، قاعد على المكتب وبتنفذ تنجز. طبعا ده مهم جدا يا هند، عايزين دايما نعمل كده. طب انا عايز ارجع الحقيقه لتخليد بطولات شبابنا في القوات المسلحه والشرطه في الفتره الحاليه. زي ما شفنا اعمال دراميه اتكلمت على حرب 73، عايزين كمان نشوف اعمال دراميه تخلد لهؤلاء الابطال، لانه دول قدوه ومثل يحتذى به لكل شباب مصر. انا سمعت يعني قصه بسيطه جدا عن المنسي الارهابي او التكفيري، اتقتل والمنسي كان بيديله ميه وبيلقنه الشهاده علشان يعني بيلقنه الشهاده ويديله ميه، وهو لو كان استنى دقيقه واحده كان هو قتل. ايوه طبعا. فيعني ايه ده؟ دي اخلاق قوات المسلحه اللي اتربوا عليها كده، اخلاق الفرسان.
ودي حاجه وهي طبعا وشرطتنا ودي حاجه مهمه جدا وهي دي اخلاق المصريين كمان رغم كل ده. بقى احنا لازم نشتغل عليه ولازم يعني صناع الافلام والمسلسلات يبداوا يشتغلوا على بطولات هؤلاء الاشخاص ويخلدوا لمجدهم وللاسطوره اللي هم قدموها في المرحله الحاليه. احنا الحرب اللي احنا فيها دي دلوقتي مش اقل من اي حرب خدتها مصر، بل بالعكس اشرس واصعب لان العدو خافي. احنا مش عارفين احنا بنحارب، عارفين ان احنا بنحارب تكفيريين لكن لا عارفين اماكنهم فين ولا عارفين استعداداتهم ايه. يعني انت مش عارف هو فين، ممكن يطلع لك من اي، يعني هو موجود في اي مكان. فانت حاول بقى ان انت توصل للحاجات دي عن طريق الفن كقوة ناعمة مهمة جدا. رمضان بيبقى فيه 60-70 مسلسل، ايه اللي يمنع ان يبقى فيه مسلسل واحد عن بطل من الابطال؟ ايه المشكلة ان احنا نرجع تاني في التعليم الدراسة الوطنية؟ فاكرة التربية الوطنية كانت مهمة جدا، بتعرفنا بحاجات كتير جدا وتعرفني انا يعني دوري ايه في المجتمع وتعرفني بالابطال اللي قبل كده وعملوا ايه عشان خاطر مصر. مهم جدا الحاجات دي، ما اعرفش كانت موجودة لسه ولا ما اعرفش، انا بعيد عن التعليم الفترة اللي فاتت، لكن اتعشى انها تكون موجودة. كنت سامع كتير ناس عمالة بتقول على الفيسبوك يا ريت نرجع التربية الوطنية وتحط فيها حاجات اكتر، نعرف الناس اكتر. احنا عندنا الايديالز او النماذج كتيره هنا طبعا كتيرة قوي. والحقيقه كمان يعني ده شق طبعا مهم جدا الدراسه، واعتقد ان وزير التربيه والتعليم يعني عنده رؤيه كبيره جدا لتطوير منظومه التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، وده شفناه على ارض الواقع شغال وانجازات كتير والناس ابتدت تشيد بمنظومه التعليم. المرحلة الجامعية كمان مهمة جدا، لكن المدرسين إلى جانب طبعا حصص التربية الوطنية والتربية القومية، المدرسين لازم يبدأوا يشتغلوا مع طلابهم ويتكلموا معاهم على البطولات اللي بتحصل دلوقتي على أرض الواقع، لازم يتكلموا معاهم ويغرزوا فيهم روح الوطنية والانتماء. أنا كنت بعمل برنامج زمان اسمه المصروية، المصروية ده كنا بنروح نقابل ناس مش عارفه اقول لك يعني صناع حرفيين في اماكن بعيده جدا، وناس يعني مهتمه بالاثار والتاريخ، عندها مثلا جرامافون بتاع شخصيه ما من يعني الاسامي اللي كانت مهمه في فتره الاربعينات، وتبدا تسمع منه ذكريات كتيره جدا. الاعلام كمان لازم يشتغل على كده، التاكيد وتعميق الروح الوطنيه والانتماء، ده مسؤوليه وطن ومسؤوليه ميديا، مسؤوليه صناع سينما ومسلسلات، وهو ده اللي احنا عايزينه في المرحله الحاليه. انا بشوف انه في برامج كتير بتتقدم او يعني مسلسلات وافلام حلوه، ما اقدرش اقول عليها مش كويسه، بس هدف منها ايه؟ انا بصراحه ببقى قاعده بتفرج بقول طب وبعدين؟ يعني حضرتك ايه الرساله اللي بتوصلها لي من الفيلم او المسلسل او البرنامج اللي بيتعرض ده؟ نشوف نشيد تاني للصاعقة، ونرجع كمان عندنا تقرير عن أهمية الأغنية الوطنية في بناء الوطن، فنشوف دول ونرجع تاني مع حضرتك. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا، وشفنا مع حضراتكم تقرير عن الأغاني الوطنية، وسمعنا طبعا آراء مجموعة من السادة المواطنين، وفعلا أهمية الأغنية الوطنية إنها في بعض الأحيان بتأرخ لأحداث بتمر على الوطن. غابت عننا شوية الأغنية الوطنية للأسف، بس هي رجعت تاني على فكرة. لو يعني تعالوا نرجع لأيام عبد الحليم وأم كلثوم وشادية، والأغاني دي لغاية النهاردة شغالة، يعني لغاية النهاردة بنستخدمها، حتى ممكن تستخدمها في الرياضة كمان في ماتشات الأمم الأفريقية، في كأس العالم، في تصفيات، في أي رياضة تانية. بتحس كده لما بتسمع النشيد الوطني أو السلام الجمهوري أو الأغنية الوطنية، تحس إن يعني الدم بيجري في عروقك كده، تحس إن جسمك بيقشعر. مصر حاجة كبيرة قوي قوي قوي، فبتديكي دفعة جامدة جدا، تعملي تكسري الدنيا، تاكلي يعني الحجر نفسه لو انت نازل تلعبي رياضه مثلا او تحاربي ارهاب. انا بشوف ان اغنيه صوره طبعا، وهي من اشهر اغاني عبد الحليم حافظ، هي كمان تنطبق جدا على المرحله اللي احنا فيها. اللي مش هيدخل في الميدان مش هيبان في الصوره، احنا دلوقتي في مرحله حرب وبناء، واعتقد ان الاغنيه دي كمان اتعملت في يعني نفس الظروف تقريبا. هي صورة بتجمعنا كلنا، صورة الوطن مشرق والإنجازات كتيرة شايفينها على أرض الواقع، صورة لمستقبل ولادنا هيتطمنوا وهيستقروا فيه وهيبقوا من مصاف الدول المتقدمة بإذن الله تعالى. تمام، حاجة بسرعة سريعة، القوة الناعمة والفن والأغاني الوطنية رسالة اندايركت غير مباشرة، بتوصل حضرتك تقدر توصل بيها الانتماء للأطفال والشباب. لو قلت له
اعمل كذا، هم يعني طبيعي ان هو بيقول لا مش هعمل، انما لما تديها له برساله غير مباشره فكر فيها، هيحبها، هيسمعها مره اتنين تلاته، هتمشي في دمه، هيبقى منتمي وحابب اكتر واكتر واكتر. صح، انت عارف بقى ان اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب على طب. طول، واكبر دليل على كده قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ كانت طالعه من القلب، وحتى النشيد اللي احنا سمعناه بعد كده كان طالع من القلب، عشان كده وصل لكل المصريين. كل الاعمال الوطنيه اللي قدموها عظامنا الكبار وفنانيننا الكبار قبل كده، واللي كانت بتتكلم على انجازات الوطن، واللي كانت حبا في مصر، كانت طالعه من القلب، وعشان كده عايشه لغايه النهارده معانا وكلنا بنرددها. اتمنى ان شاء الله انه في المرحله الحاليه باذن الله يبقى في انتاج اكتر لاعمال وطنيه تخلد بطولات الابطال واللي قدموا ارواحهم اغلى حاجه بيمتلكوها من اجل امن واستقرار الوطن. وهنطلع لفاصل مع حضراتكم ونرجع على طول نواصل اللقاء، وفي الفقره القادمه هنتكلم على مبادره السيد الرئيس للتامين على العماله المؤقته، وطبعا ده شيء بيهم قطاع كبير من الساده المواطنين.